الساعة 7:30 اليوم الصبح بتوصل طيارة جاية من بيروت على عمان، عليها 71 مدري 81 لبناني، ما تأكدت من الرقم. بتوصل على عمان 7:30 من بعد ما كانوا عاملين بي سي ار ببيروت وبي سي ار بعمان، بتركون يبركوا بالارض بيوقفون ما بيخلون يفوتوا على عمان. اللي قدر يقعد على البنوكي قعد، والاكترية قعدوا على الارض مثل الحيوانات، والبقية قعدوا على التروليز. بعتذر يعني على التشبيه من اللبنانيين اللي ناطرين بالاردن هلا بهالوقت، بعدهم لحديت هلا ما فوتون لاكل ولا شرب. في كافيتيريا بس ممنوع يشتريوا منها. اتصلوا بالسفير اللبناني، بيشرف السفير بيحكي مع السلطات الاردنيه، بيقولوا لهم هودي لا ما راح يفوتوا، وبدهم يقعدوا ليلتين بالاردن على حسابهم، كل ليله بده يدفعوا 80 دينار ما بعرف ايش عملتهم ايه، ومن بعدها بيرجعوا على لبنان. وبتطير عليهم التيكتس، بتطير عليهم الحجوزات، اقل واحد منهم حاجز 15 يوم، اقل واحد حاجز ب 5000 دينار يعني ب 1400 دولار بدها تروح عليهم، عدا على البي سي ار دافعينه وعدا على الانشورنس. وهلا الشباب لحني بعدهم قاعدين لابدين بقلب المطار ناطرين تيعبون بشي بيك اب وياخذونا على اوتيل على حسابهم. يعني نحن بتاخذوني ما بعرف، صرنا يعني اخر العالم، صرنا نحن رتش الرتش، زبالة العالم. نحن مين ما بده يمسح فينا الأرض، مين ما بده بيصحصح لنا، هيدا بفضل السلطة وحكامنا اللي نحن جبناهم على الحكم مشان يكرمونا. ما بعرف مين بدي ناشي التناشل، ما بعرف أصلا إذا بينفع، بس قلت هيك بس فشة خلق لإلي ولهالشباب والنسوان والحق فيهم. بيناتهم مرة حامل في أولاد قاعدين على الأرض، بس هيك فشة خلق، لأنه أنا بعرف إنه كلامي ما رح ينفع بقى، ما بقى في شيء بينفع بهالبلد، ما في شيء قرف أكتر من هيك ما في، لك تريد.